العمل عن بعد، يعني إذا في شركة من الشركات غير مصرح لها بالعمل، صاحب العمل قال عامله خليك ببيتك واشتغل لي على كم موضوع، أو اتصل مع كاستمرز مع متعاملين على التليفون وخذ متطلباتهم وما إلى ذلك، أو برمج لي نظام. فحاليا هذا الشخص بيشتغل من بيته 8 ساعات عمل، هذا يعني بيستحق راتبه كامل. ومتاح أيضا العمل عن بعد جزئيا، مثلا 4 ساعات اشتغل، 4 ساعات كم الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة، يحسب 4 ساعات. فهذا سواء مصرح إلها في العمل للعمل المنشأ أو غير مصرح إلها، فالعمل عن بعد متاح بناء على طلب صاحب العمل.